السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي في درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخواص الكيميائية للفلزات. درس سهل جدا وأرجو إن أنتوا تركزوا معايا، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار عن أي حاجة ما تنساش تكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت ممكن باذن الله. احنا هنجيب عشان التجربة شريط من المغنيسيوم، واحنا عارفين المغنيسيوم عبارة عن فلز ورمزه Mg، وهنجيب كمان مع المغنيسيوم هنجيب سلك رفيع من الحديد اللي هو Fe، برضو الحديد عبارة عن فلز و عبارة عن قطعة من النحاس اللي هو عبارة عن Cu. دول التلات فلزات اللي انا هشتغل عليهم النهاردة. طيب التلات فلزات دول انا هعمل معاهم ايه؟ اول حاجة هضيف عليهم حمض اسمه كده حمض الهيدروكلوريك اللي هو المخفف، اللي هو عبارة عن HCl، ومخفف بنقول عليه يعني كلمة دايل، دايل يعني دايليوتد او مخفف. وكمان هنعمل نضع اللي هما التلاتة دولت في مخبار، هذا المخبار بيحتوي على غاز الاكسجين، هنشعلهم كده في الاكسجين ونشوف ايه اللي هيحصل لهم. يبقى هنحط عليهم حمض وهنولع فيهم في الاكسجين. هنضع شريط المغنيسيوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف، هنلاحظ حدوث تفاعل كيميائي وتصاعد غاز الهيدروجين. يعني انا لو عندي انبوبة اختبار كده ووضعت فيها حمض الهيدروكلوريك ومعاه المغنيسيوم، هنلاحظ تصاعد فقاعات من غاز الهيدروجين H2 الذي يشتعل بفرقعة لو قربنا منه عود ثقاب مشتعل، وبالتالي ده دليل على حدوث تفاعل. لو احنا استخدمنا الحديد مع الحمض برضه هلاقي ان في تفاعل بيتم، اما لو وضعنا النحاس مع الحمض المخفف فهنجد انه لا يحدث اي تفاعل. من كده بنقول ان الاحماض او تتفاعل بعض الفلزات مع الاحماض المخففة. يبقى هنا بعض الفلزات بتتفاعل مع الأحماض المخففة بتكون إيه؟ بتكون حاجة اسمها ملح الحمض، ويتصاعد غاز الهيدروجين. نكتب مع بعض كده معادلة التفاعل. المغنيسيوم Mg ده عبارة عن المغنيسيوم زائد حمض الهيدروكلوريك HCl مخفف يعني diluted، ده عبارة عن حمض هيدرو كلوريك، وانا حطيت هنا 2 عشان اوزن المعادلة. هيكون الناتج حاجة اسمها كلوريد المغنيسيوم MgCl2 اللي هو بيسموه ملح الحمض، كلوريد المغنيسيوم زائد الهيدروجين H2 وسهم طالع كده لفوق معناها يتصاعد. يبقى كده اتفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. عند ادخال شريط المغنيسيوم في مخبار يحتوي على غاز الاكسجين فانه يزداد اشتعالا، هذا الشريط المشتعل يزداد اشتعالا ويتكون مسحوق ابيض اسمه اكسيد المغنيسيوم. يبقى انا عندي كده يتفاعل المغنيسيوم مع الاكسجين في وجود حرارة ويديني اكسيد المغنيسيوم، يتكون اكسيد المغنيسيوم اللي هو عبارة عن ايه؟ مسحوق ابيض، وبيكون الاشتعال يا شباب بيكون عن طريق لهب قوي جدا ضوء مبهر، ويتكون اكسيد المغنيسيوم. المعادلة بتاعتي مغنيسيوم اللي هو Mg زائد الاكسجين اللي هو O2 بالحرارة هيدينا اكسيد المغنيسيوم MgO، المثلث الصغير ده يعني حرارة. طبعا بوزن المعادلة علشان تبقى كل الجزيئات قد او الذرات قد بعضها في الطرفي المعادلة.
لو انا خدت اكسيد المغنيسيوم دوت ودوبته في المية ووضعت عليه نقطة من صبغة عباد الشمس اللي هي لونها بنفسجي متعادلة، هبص الاقي ان الصبغة دي اتحولت الى اللون الازرق، لان اكسيد المغنيسيوم اكسيد قاعدي عندما يذوب في الماء فانه يكون قلوي، يبقى تذوب الاكاسيد القاعدية بعضها في الماء مكونة قلوي، ده بيزرق محلول عباد الشمس اللي لونه بنفسجي. يبقى لو خدنا اكسيد المغنيسيوم MgO وضعنا عليه المية H2O هبص الاقي هيديني MgOH الكل اتنين اللي هو عبارة عن قلوي اسمه هيدروكسيد المغنيسيوم، ده عبارة عن قلوي ودي اللي هي المية وده كده اكسيد المغنيسيوم. يبقى هنا ده بالنسبة لي اللي هي الخواص بتاعت الفلزات، يبقى بعضها يتفاعل مع الحمض المخفف ويتحد بعضها مكونا اكاسيد، هذه الاكاسيد مع الاكسجين يعني تذوب في الماء بعضها ويكون محاليل قلوية، ودي المحاليل القلوية اللي بتزرق محلول عباد الشمس البنفسجي لانها بتتحول الى قلوي. نشوف مع بعض كده متسلسلة النشاط الكيميائي. ايه هي متسلسلة النشاط الكيميائي؟ هي عبارة عن ترتيب العناصر الفلزية، يعني انا بجيب الفلزات وارتبهم ترتيبا تنازليا حسب درجة النشاط الكيميائي لكل منهم. يبقى ترتيب العناصر من اعلى الى اسفل حسب النشاط ده اسمه ايه؟ متسلسلة النشاط الكيميائي. لو بصينا على الفلزات المعروفة عندنا وسلوكها بالنسبة للماء، الفلزات زي البوتاسيوم K والصوديوم Na عندما تتفاعل مع الماء تتفاعل لحظيا لأنها عبارة عن عناصر نشطة جدا كيميائيا، وطبعا بيتصاعد من هذا التفاعل غاز الهيدروجين، ومن حرارة التفاعل يشتعل بفرقعة من حرارة التفاعل. يبقى معنى كده ان البوتاسيوم والصوديوم عناصر فلزية نشطة جدا. طيب نشوف مع بعض كده تاني حاجة اللي هو الكالسيوم اللي هو رمزه Ca والمغنيسيوم Mg، ناخدهم برضو هما الاتنين ونخليهم يتفاعلوا مع المية، فنلاحظ ان هما بيتفاعلوا مع الماء البارد ببطء شديد، يبقى يتفاعلان مع الماء البارد ببطء شديد. ده معناه ايه يا شباب؟ معناها ان نشاطهم الكيميائي اقل من البوتاسيوم والصوديوم. الخرسين Zn والحديد Fe يتفاعلان في درجة الحرارة المرتفعة مع بخار الماء الساخن، دليل على ان نشاطهم الكيميائي ضعيف. كل ما بنسخن ده دليل على الضعف، لما يتفاعلوا مع الحاجة على البارد يبقى دليل على النشاط العالي. اما النحاس اللي هو Cu والفضة اللي هي Ag دولت لا يتفاعلان مع الماء، وده دليل على ان نشاطهم الكيميائي ضعيف جدا. يبقى دي كده متسلسلة النشاط الكيميائي. يبقى انا رتبت العناصر دولت من اعلى الى اسفل بالشكل ده علشان اعرف متسلسلة النشاط الكيميائي بتتكلم عن ايه. عشان نفهم الخواص الكيميائية لله فلزات هنعمل تجارب بسيطة. هنحضر قطعة فحم اللي هو عبارة عن الكربون، وهنحضر كبريت قطعة كبريت وأنبوبتين اختبار، هنجيب كمان حمض الهيدرو كلوريك المخفف علشان اختبر بيه، وهجيب ما عندي مخباران مملوءان
بالأكسجين. يبقى هنا عندي مخبران مملوءان بالأكسجين وحمض هيدروكلوريك مخفف وقطعة فحم وقطعة كبريت وملعقة احتراق. هنبدأ نضع قطعة الفحم في أنبوبة اختبار وهنضيف إليها حمض الهيدروكلوريك. يعني لو أنا عندي أنبوبة اختبار كده ووضعت فيها حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl، وضعت هنا قطعة الفحم الكربون، ومرة هضع اللي هو الكبريت، هلاقي إن مفيش لا يحدث أي تفاعل. يبقى معنى كده نستنتج إيه من النشاط ده ومن التجربة دي؟ أن اللا فلزات لا تتفاعل مع الأحماض بالشكل ده. النشاط التاني اللي هنعمله النهاردة هنحرق الكربون داخل مخبار فيه أكسجين وهنحرق الكبريت، هنجد أن اللا فلزات تتفاعل مع الأكسجين وتكون أكاسيد لا فلزية. يبقى هقول كده تتفاعل اللا فلزات مع الأكسجين مكونة أكاسيد لا فلزية. الأكاسيد اللافلزية دي معظمها بنسميه أكاسيد حامضية، معظمها كده اسمه الأكاسيد الحامضية لأنها تذوب في الماء وتعطي أحماض. هنشوف المعادلة الأولى النهاردة. لو أنا عندي الكربون اللي هو سي زائد الأكسجين اللي هو O2، سهم كده عليه حرارة مثلث صغير هيديني غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2. لو خدنا غاز ثاني أكسيد الكربون دوت اللي هو CO2 وخليناه يدوب في المية اللي هي H2O، هنلاقي الناتج عبارة عن H2CO3، حاجة اسمها حمض الكربونيك، وده دليل على أن أكسيد ثاني أكسيد الكربون أكسيد حامضي لأنه داب في المية وعطاني حمض الكربونيك. حمض الكربونيك طبعا لو أنا حطيت عليه نقطتين تلاتة من صبغة عباد الشمس هيحولها للون الأحمر لأن ده عبارة عن حمض. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة اللي هو الخواص الكيميائية للافلزات. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.